حول موجة التضخم العالمية غير المسبوقة. ينضم إلينا هاتفيا أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي. دكتور فخري، تحياتنا لك أولا. يعني أزمة تضخم عالمية تلقي بظلالها الآن على العديد من دول العالم، منها على سبيل المثال الحصر بريطانيا التي رفع فيها بنك إنجلترا الفائدة إلى 1% مع ارتفاع التضخم. أولا، كيف ترى يعني هذه النسبة، وهل نسبة التضخم في بريطانيا مرشحة للازدياد؟ يعني تحياتي لسيادتك وللسادة المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين. فيما يتعلق بتسارع معدلات التضخم نتيجة الأزمة المركبة لكورونا وأوكرانيا، هذا التسارع في معدلات التضخم يستوجب من البنوك المركزية العالمية، خاصة البنوك المركزية اللي عملاتها عملات احتياطي زي الدولار والاسترليني والين واليورو. في هذه الحالة هنا بنشوف البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اللي هو بنسميه البنك المركزي زي اللي عندنا، زي يعني في الدول الاخرى، انه بالامس الاربع قام برفع سعر الفايده بنص في الميه، وطبعا سبقها رفع سعر الفايده بربع في الميه. معنى كده انه خلال فتره قصيره رفع سعر الفايده مرتين بثلاث 4%. يعني النهارده سعر الفائده في الولايات المتحده الامريكيه يتراوح ما بين 3/4% الى 1%. اما بالنسبه لبنك انجلترا، اليوم منذ 5 ساعات بالتقريب انه وجدنا انه البنك اوف انجلاند او بنك المركزي الانجليزي قام برفع سعر الفائده بربع في الميه، حتى وصل سعر الفائده في انجلترا حاليا للبنك المركزي 1%. طبعا كانت اسعار الفائده منذ شهر او شهر يعني او اكثر من شهر قبل ازمه اوكرانيا كان معدلات سعر الفائده تقترب من الصفر تقريبا. ولذلك بنقول هذا هيستدعي انه باقي البنوك المركزيه العالميه للدول الكبرى هتقوم برضه بمزيد من رفع سعر اسعار الفائده. طبعا ده كله لتلجيم معدلات التضخم واحتواء التضخم المتسارع على المستوى العالمي. طبعا ده كل ده مهم جدا. اما بالنسبه لينا في مصر هنا، اعتقد انه قد يرى البنك المركزي في اجتماعه القادم في 19 مايو الحالي، وقد يسبقه قد يعقد البنك المركزي، وده من المحتمل يعني انه يرى بعقد يعني اجتماع استثنائي كما حدث فيما سبق، انه ياخذ قرار ب قد يرى هذا البنك المركزي المصري لاحتواء معدلات التضخم المستوردة من الخارج، وأيضا معدلات التضخم نتيجة زيادة السيولة المحلية برفع سعر الفايدة في القريب العاجل. في هذه الحالة حتى يحتوي معدلات التضخم اللي هي والغلاء الموجود في مصر في هذه الحالة. طب دكتور فخري، يعني توقعات حضرتك اقتصاديا لتأثير هذه الأزمة، الأزمة الأوكرانية، على النمو الاقتصادي العالمي وفي مصر أيضا؟ صندوق النقد الدولي قام في اجتماعات الربيع اللي كانت يوم 18 أبريل الماضي تقريبا من حوالي أسبوعين، يعني قام بمراجعة لمعدلات النمو في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، بحيث ان هو في هذه الحالة تسارع معدلات التضخم واتخاذ البنوك المركزية العالمية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وغيرها في هذه الحالة بتجديد السياسة النقدية، يعني تقليص السيولة في جسم الاقتصادات العالمية حتى يحارب التضخم ويقلل من معدلات النمو في الطلب على السلع والخدمات في هذه الحالة، مما يؤدي إلى أن يكون في تضخم، أيوه، لكن تضخم متباطئ وليس متسارع. وقد يؤدي ذلك إلى عملية تجديد السياسة النقدية بتقليص السيولة وامتصاص السيولة من جسم الاقتصاد، قد يؤدي هذا إلى مزيد من التباطؤ في معدلات النمو والنشاط الاقتصادي. لذلك صندوق النقد الدولي راجع كل معدلات النمو في اجتماعات الربيع اللي كانت من حوالي أسبوعين، لأنه قلل معدلات النمو العالمية. وطبعا كان في تقرير لصندوق النقد الدولي يعرف ب World Economic Outlook، آفاق الاقتصاد العالمي، بأنه خفض معدلة النمو بنسبة 0.5% بدل ما كان الاقتصاد العالمي هينمو ب 5%
فبيرى بانه معدل النمو الحقيقي للعالم ككل سوف يتباطأ الى 4.5%. بالطبع اشار الى انه كل منطقه من مناطق العالم انها كل منطقه لها معدل نمو معين، سواء كان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، منطقه اسيا هي الاخرى، فكل منطقه قام بتخفيض ومراجعة معدلات النمو. دكتور فخري، يعني تقارير دولية بتتوقع أنه أسعار المواد الغذائية بتواصل ارتفاعها على المدى القصير والمدى الطويل، ما يعني تداعيات هذه الأخبار على يعني المستهلكين في العالم كافة؟ وهل يعني دعوات ترشيد الاستهلاك التي يعني سمعنا عنها في دول عدة كألمانيا مثلا، ودعوات أيضا لتخزين بعض المواد الغذائية، كيف ترى تأثير ذلك على المواطنين في مختلف الدول؟ في تقرير البنك الدولي أيضا في اجتماع الربيع اللي فات من أسبوعين مع الصندوق النادي الدولي وعدد من المؤسسات المالية العالمية، وكالات التصنيف الائتماني وغيرها، في هذه الحالة كان بيحذر من أنه العالم قد يعني يشرف على أو مناطق معينة في العالم خاصة في الدول الفقيرة أنها قد تعاني من أزمة غذاء ومجاعة في هذه الحالة. ولذلك بدأ صندوق النادي الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك العالمية الأخرى تأخذ بعين الاعتبار مساندة للدول الفقيرة أنها تتفادى يعني مشكلة الغذاء على المستوى المتوسط والمدى الطويل في هذه الحالة، خاصة أن أسعار الحبوب خاصة القمح والذرة في هذه الحالة وبصفة خاصة القمح والذرة إنها ارتفعت بمعدلات كبيرة جدا تصل إلى ما يزيد عن 50% من أسعارها ما قبل أزمة أوكرانيا وروسيا في هذه الحالة. ولذلك هنا تجد صندوق النقد الدولي وضع نافذة للاقتراض للطوارئ في مثل هذه الحالات. أعتقد أنه يعني مساندة هذه المؤسسات المالية الدولية سواء الصندوق ولا البنك الدولي بأعضائها 190 دولة، أعضاء هم نفس الأعضاء في كل مؤسسة، بيحاولوا الدول الكبيرة بتحاول أنها تضع التمويل للدول الفقيرة في أنها تستطيع أن تتفادى مثل هذه الأزمة اللي هي أزمة الغذاء. وكذلك أيضا بيتداركوا مشكلة أخرى وهي التغيرات المناخية اللي هيعقد المؤتمر في نهاية هذا العام في القاهرة شرم الشيخ. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، جزيل الشكر لحضرتك.